اليوم كل التحية جاهزين الحكام بأرض الميدان، دكتور محمد حماد، دكتور سامح بدير، دكتور محمد الشريف، دكتور وليد عثمان، دكتور إيمان حمدي، لجنة الانضباط والسيطرة جاهزين الحكام بأرض الميدان، يتفضلوا. مجموعة أخرى من الجميلات في أرض الميدان،
وهي الفئة الثانية ألف مهرات بعمر سنتين، جميلات بعمر سنتين، رائعات بعمر سنتين. سوف نشاهد أيضا تنافس قوي كما شاهدنا بالفئات التي قبلها. أعشار من العلامات كانت تفصل المراكز الأولى، وهذا دليل على قوة المنافسة وجمال المشاركة. إذن عنوان جيد، قوة منافسة وجمال مشاركة في بطولة المراسم رباب لجمال الخيل العربية الأصيلة الذي شهدنا من خلاله التقارب الرائع بين لجنة التحكيم. حقيقة وجه لهم كل التحية والتقدير، لجنة الحكام الذين أكثرهم هم منا عرب، لهم منا كل التحية والتقدير، هذا التألق الرائع، ودائما منورين بطولات الجمال وأيضا القوة والتاريخ والبركة لجوادنا العربي الأصيل. وهم أصلا قبل أن يحكموا يتغزلوا بالمهرة العربية الأصيلة، لأنهم يعلمون قيمة هذه المهرة العربية عند العرب وعندنا، ليس الجمال فقط ولكن الأصالة والتاريخ والخير والبركة في هذه المهرة العربية، ليس فقط الجمال. ولو كان لسان حال العرب يقول فاتنا من وصايفها يعجز البيان، تلفت أنظار ويعذب هواها قلوب، كنها لثنت مطرق الخيزران وكنها لقبلت دعذاع نسمة هبوب، خيل شقرة وصيلة من سلال الحصان، نادرة بالحياة من بين كل الشعوب. هذه هي المهرات العربيات الأصيلات الرائعات، فعلا هن نادرات بالحلايا، مش بس بين الشعوب، بين كل أنواع الخيول العربية الأصيلة التي هي في قلوب العالم أجمع، هذا الجواد العربي المصري الرائع الذي نشاهده بأرض الميدان. تخرج تلك الجميلات وننتظر وإياكم مشاهدة كل جميلة على حدة. أوكي، نستقبل أولى المهرات من خلال الحركة في أرض الميدان. First filly to go. المهرة رقم 39 هي أولى المهرات في هذه الفئة، فئة المهرات بعمر
سنتين نشاهد الآن من خلال الذهاب والإياب وسبعة حكام يمعنون النظر بالقوائم من الخلف والآن من الأمام. وعن القوائم حدث ولا حرج، عن القوائم حدث ولا حرج، نتكلم عن الحوافر، نتكلم عن الرمان، نتكلم عن الركبة، نتكلم عن الساعد، نتكلم عن العرقوب، نتكلم عن المسافات، نتكلم عن الصدف للداخل أو للخارج، نتكلم عن العظام، نتكلم عن مواصفات كثيرة. لذلك المهر التي تحصل على 16 من 20 بالقوائم يكون سعيد جدا مالكها لكثر المواصفات الموجودة بالقوائم الأربع أعزائي الحضور كما نشاهد. لأن منذ ولادة هذا الجواد العربي الأصيل الساعة الأولى يقف على قوائمه الأربع، لذلك نجد تفاصيل كثيرة في القوائم، ولذلك دوما تكون علامة القوائم هي منخفضة. وأيضا نحن نعذر هذا الجواد العربي الأصيل لانخفاض علامة القوائم لكثرة التفاصيل والمواصفات الدقيقة الكثيرة التي تحتاج إلى دقائق وأيضا ساعات لكي نتحرى هذه المواصفات في القوائم فقط، فما بالك عن باقي المواصفات. كان الله بعون الحكام. نستقبل المهرة التالية بأرض الميدان. Next, Billy to go. انتظار أولى النتائج لأولى المهرات بعمر سنتين في هذه الفئة، الفئة الثانية ألف مهرات بعمر سنتين. سكور في نمبر 39 غرام الترزي، غرام الترزي تلاب ساحر البيداء والأم غرود تهاني المربي والمالك مزرعة الترزي. ننتظر علامات هذه المهرة غرام الترزي. سكور في نمبر 39 تايب هوية العربية يونانيمس 19 19 جميع الحكام هيد اند نيك الرأس والرقبة 19 19 19.5 19 18.5 and 19 بعد ان تاب لاين الجسم محط الظاهر يونانيمس 18 18 جميع الحكام ليجز القوائم 15.5 15.5 15.5 16 15.5 and 16 movement الحركة unanimous 18.5 18 ونصف جميع الحكام total score 90.10 إذن 90.10 مجموع علامات غرام الترزي. next Philly to go. مرة تالية
نتابع هذه المهور رقم 42 بأرض الميدان وننتظر علامات المهور رقم 40 مشرقة الأمين وهي من الأب الفرابي منة الله ومن الأم منى الأمين المربي والمالك مزرعة الأمين. We have missing score. عنا علامة غير موضوعة على الورقة التحكيم. ننتظر ثم نعلن. المهرة رقم 42 أعزائي وبانتظار المهرة التالية في أرض الميدان. Next filly to go. إذن نأسف لاستبعاد هذه المهور رقم 43 لأنها كانت تعاني من العرض سوري تو ديس كواليفايد فيلي نمبر 43 بكوز واز ليم فباك تو فيلي نمبر 40. نعود إلى علامات المهور رقم 40 مشرقة الأمين سكور فيلي نمبر 40 فور تايب الهوية العربية 18.5 19 18.5 18 18.5 and 18.5. هيد نك الرأس والرقبة 18.5 19 and 5 times 18.5 but on top line just سماحة الظاهر 17.5 17.5 18 17.5 17.5 18 17.5 legs قوائم 15.5 15 15.5 15 15 14.5 and 15 movement الحركة 18.5 19 18.5 19 18.5 18 and 18.5 total score 88.40 88.40. إذن 88.40 مجموع علامات مشرقة الأمين.
بانتظار علامات المهرة رقم 42 ضبية البوادي ومن أب مدينة النقيب ومن الأم فريال عذبة المربي مزرعة البوادي والمالك مزرعة النايف سكور في نمبر 42 تايب لهوية العربية 19 19 19 18 19 19 هيد نك رأس الرقبة 18 and 18.5 18.5 18.5 18.5 18 19 and 18.5 بعد أن تبلانج سمعت ضار 17.5 17.5 18 17.5 and 17.5 15 15 15 16 15 and 17.5 moment الحركة 19 19.5 19.5 19.5 18 at 90 90 علامة جمعتها ضبية البوادي. المهرة رقم 44 هي التي نشاهد بأرض الميدان تنهي ونستقبل في هذه الأثناء المهرة التالية next billy to go. بانتظار علامات المهر رقم 44 ماريا الرحمن وهي من الأب رياض أصيل والأم سوى الرحمن المربي مزرعة الرحمن والمالك مزرعة أودان سكور في نمبر 44 تايب لهوية العربية 18.5 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
بدأت بلانج اسمه محطة ظاهر 17.5 17.5 17.5 17.5 18.5 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
نيكست بي تو جو المهرة التالية إلى أرض الميدان في هذه الأثناء. إذن راح نعود للعلامات، العلامات للمهر رقم 45 جميلة إيجا من الأب أمير الأمراء الشروق والأم أمل الشروق المربي والمالك مزرعة إيجا. سكور فيلي نمبر 45 جميلة إيجا. تايب الهوية العربية 19.5 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
طيب خلينا نكمل للهوية العربية عملناها لجميلة إيجا، الرأس والرقبة، هذا النكت
وفيلي نمبر 45 جميلة إيجا 19.5 20 ما شاء الله بدأت أبلان جسم محط الظهر 18.5 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
Now we have score number 46. المهرة رقم 46 بدوية العزب وهي من أب غسان المصري والأم تمارا العزب المربي والمالك مزرعة تراث العزب. نحكيها بعد التروت. إذا نعلن علامات المهرة رقم 46 بدوية العزب سكور في نمبر 46 بدوية العزب تايب الهوية العربية يونانيمس 19 19% الحكام هيد نك الرأس والرقبة 19 19 19.5 19.5 19.5 19 بدأ أنت بلانش 18 18 18 18 17.5 18 and 18 legs قوائم 15.5 15.5 16 15.5 15 15.5 and 16 movement الحركة 18.5 18.5 18 18.5 18 and 18.5 total score 90.20 90.20. إذن 90.20 مجموع علامات بدوية العزب. نتابع وإياكم المهرة التالية هي رقم 47 ليلى اي ار وهي من الاب بدوي النقيب والام وعد البستاني المربي والمالك مزرعة اي ار سكور في نمبر 47 تايب الهوية العربية 18.5 18.5 19 19 18.5 3 times هيدا النك الرأس والرقبة 18.5 18.5 18 18.5 3 times body أنت بلانج يا سماحة الظهر 17.5 17 17.5 17 18 17 and 17 legs قوام 15.5 15.5 16 15.5 15.5 15 and 15.5 movement الحركة 18.5 19 19.5 19 18.5 18.5 and 19 total score 88.60 88.60. إذن 88.60 مجموع علامات ليلى اي لا تزال الصدارة أعزائي مع المهرة رقم 45 جميلة إيجا هي المتصدرة لغاية الآن جميلة إيجا برصيد 90.60 لغاية الآن. This program is offered by
إذا نعود. انتظر آخر نتائج. رقم 50 رودي الجابري، الأب ورد الجابري والأم مبتسمة الجابري، المربي والمالك مزرعة الجابري. انتظر نتائج هذه المهرة. آخر المشاركات في هذه الفئة. بعد خروج الجرار سوف نعلن مرة أخرى الفائزات في المراكز الخمس الأولى، وكما ذكرت سوف يقوم بتتويج الفائزين السيد عصام أبو جامع مالك مزرعة أبو جامع مشكورا، والجرار الذي يخرج. خلينا نستقبل الفائزات الخمس. نستقبل يا دكتور محمد حماد لجنة الانضباط، جاهزين؟ تفضلوا. المركز الأول كان الرقم 45 الجميلة جميلة إيجا، ألف مبروك لمزرعة إيجا المركز الأول. المركز الثاني الرقم 46 بدوية العزب، نبارك لمزرعة تراث العزب. والمركز الثالث رقم 39 كان من نصيب المهر رقم 39 غرام الترزي، نبارك لمزرعة الترزي. والمركز الرابع رقم 42 ضبية البوادي، مبروك لمزرعة النايف. والمركز الخامس لرقم 49 أمين العراقي، نبارك لمزرعة العراقي. يتفضل بالتتويج السيد عصام أبو جامع مالك مزرعة أبو جامع مشكورا. مبروك للفائزات الخمس وللفائزين المالكين والمربين لتلك المهرات الرائعات. ألف مبروك لصاحبات المراكز الخمس الأولى. أذكر أن الجوائز النقدية هي فورية ذانكاش هنا في بطولة المراسم رباب لجمال الخيل العربية الأصيلة. الجوائز النقدية إلى تمنح الآن للفائزين من المربين والمالكين، فائزات للمهرات الرائعات في هذه الفئة المميزة التي باركنا من خلالها لجميع الفائزات الرائعات في هذه الفئة. We'll be right back.
إذا مبروك للجميع وننتظر الفئة التالية. زائي بعد لحظات.